آمين. يا ربنا أذلنا بفرج ونزلنا من ضيقة وهرج عند السراج والميزان والحساب ونزلنا يا ربي غدا من العذاب آمين. من فتنة القبر وضيقه كلا آمين. أتينا يا ربي في جنة الأولى آمين. بجاه مصطفى نبي أحمد آمين. وآله وصحبه ذوي الهدى آمين. وبجاه شيخ أحمد التجاني وجملة الأصحاب والإخوان وشيخنا محمد ابن العربي ونال من مولاه أعلى الرتب وخادمه رضا العلي صاحب شيخنا رفيع الذكر وتونسي سيد المحمود سفي شيخنا كثير الجود والألوي وارث الرباني سيد الحافظ ذي الإرفان وكسري في ذي المذايا وسيد المفدل المفدال وغوص أسرنا التماسين عبد الورى سيدنا العلي والغير ممن أدرك الولاية من سهبه وفاز بالدراية وترجمان العلم والقرآن مالك ألامة وداني والألوي هبروس جد الألم طالب الألامة بحر الخدم وتونسي علم الرياه جامع بين العلم والصلاح وغيرهم من علماء سنة أهل فدائل وأهل منا أغثنا يا ربي ويا كريم وارحمنا ويا بر ويا كريم يا ربنا يسر لنا أمورنا واشرع لنا يا ربنا صدورنا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. في أجد وير ثم إنا نسألك رحمة من عندك آمين. تهدي بها قلوبنا آمين. وتجمع بها أمورنا آمين. وتلم بها شأشنا آمين. وتسله بها شأننا آمين. وتحفظ بها غائبنا آمين. وتزكي بها أملنا آمين. وتلهمنا بها رشدنا آمين. وترد بها ألفتنا آمين. وتعصمنا بها من كل سوء آمين. اللهم فارج الهم آمين. كاشف الغم آمين. مجيب دعوة المضطرين آمين. رحمنا الدنيا والآخرة آمين. رحمهما ارحمنا برحمة آمين. تغنينا بها عن رحمة من سواك آمين. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك آمين. وبداءتك عن معصيتك آمين. وقفنا بفضل وجودك وكرمك أما سواك آمين. اللهم إنك تعلم سرنا آمين. وألانيتنا آمين. فاقبل معذرتنا آمين. وتعلم حاجاتنا آمين. فأعدنا سؤالنا آمين. وتعلم ما في نفوسنا آمين. أغفر لنا ذنوبنا آمين. اللهم إنا نسألك إيمانا آمين. يباشر قلوبنا آمين. ويقينا صادقا آمين. نعلم أنه لا يثيبنا آمين. إلا ما كتبته علينا آمين. وربع لما قسمته لنا آمين. يا ذا الجلال والإكرام آمين. اللهم إنا نسألك موذبات رحمتك وعظائم مغفرتك آمين. وسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر آمين. ونسألك الفوز بالجنة آمين. ونجاة من النار اللهم أقسم لنا من خشيتك آمين. ما تقول به بيننا وبين معاشك آمين. ومن داءتك ما تبلغنا به جنتك آمين. ومن اليقين ما تحزن به علينا آمين. مسائب الدنيا آمين. متنا اللهم آمين. بأسمائنا آمين. وأبصارنا آمين. وقوتنا آمين. ما أحييتنا آمين. واجعله وارث منا آمين. واجعل ثأرنا على من ظلمنا آمين.
وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في ديننا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا وكف أيدي الظالمين عنا برحمتك يا أرحم الراحمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين الحمد لله حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا ويدفو عنا بلاءه ونقمه يا ربنا لك الحمد كما ينبغي بذلال وجهك وعظيم سلطانك وبتك اللهم يا باسط اليدين بالعجية والإجابة لعباده ويا صاحب المواهب والعدل والرأفة على خلقه نسألك اللهم أن تصلي وتسلم على عبدك ورسولك سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم إنا عبيدك بنو عبيدك بنو إمائك نواسينا بيدك ما عبد فينا حكمك عدل فينا قضاؤك نسألك بكل اسم ولك سميت به نفسك أو أنزلته في كتابك أو علمته أحدا من خلقك أو استعصفت به في علم الغيب عندك أن تسأل القرآن العظيم الذي يقول ونور أبصارنا بلا أبوك رهاب حلمنا وغرمنا يا أرحم الراحمين اللهم اجعل القرآن الكريم لنا إماما ونورا وهدى ورحمة ولا تجعله علينا وبادا وغضبا ونقمة اللهم ذكرنا منه ما نسينا وألهمنا منه ما زهلنا وارزقنا تلاوته فهم معناه ما الأمل به آناء الليل وأطراف النهار لأنك ترى واجعله حجة لنا ولا تجعله حجة علينا واجعلنا ممن يقرأ فيرقى ولا تجعلنا ممن يقرأ فيذل ويشقى اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وخواتيم أعمالنا اللهم إنا نسألك إيمانا لا يرتد ونعيما لا ينفد وغرة عين لا تندم ولذة النظر إلى وجهك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم ارحمنا بتلك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن الذي فيما يرضيك عنا اللهم بديء السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة الجدي ذات الرام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك والذل أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النهر الذي اللهم بديء السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام الذي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك والذل أن تنزل بكتابك أبصارنا وأن تبلغ به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تصرع به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا فإنه لا يؤيننا على الحق غيره ولا يؤتينه إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بك اللهم إنا نسألك رحمة من عندك تهدي بها قلوبنا وتجمع بها أمورنا وتلم بها شأتنا وتسلم بها شأننا وتحفظ بها طائبنا وتزكي بها أملنا وتلهمنا بها رشدنا وترد بها ألفتنا وتأتمنا بها من كل اللهم فارج الهم كاشف القلب مجيب دعوة المضطرين رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما ارحمنا برحمة فغنينا بها عن رحمة من اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبداءتك عن معصيتك واغننا بفضلك وجودك وكرمك عمن سواك اللهم إنك تعلم سرنا وعلانيتنا فضلنا غيرتنا وتعلم هذاتنا فأعدنا سؤالنا وتعلم ما في نفوسنا فاغفر لنا ذنوبنا اللهم ارزقنا يباشر قلوبنا ويقينا صادقا حتى نعلم انه لا يذيبنا الا ما كتبته علينا ورضا بما قسمته لنا يا ذا الجلال والاكرام
اللهم إنا نسألك مؤذبات رحمتك وأذائم مغفرتك والسلامة من كل اسم والغنيمة من كل بر ونسألك الفوز بالجنة والنجاة من النار. اللهم اغفر لنا من ما تفوز به بيننا وبين مآسيك ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك ومن اليقين ما تحزن به علينا مصائب الدنيا. ومجدنا اللهم بأسمائنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا واجعل وارثا منا واجعل ثأرنا على من ظلمنا وانصرنا على من عادانا ولا تجعل مصيبتنا في دينا ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا ولا تصدق علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمك كف أيدي الظالمين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اجعلنا ممن سبق له منك الحسنى وزيادة. اللهم أقننا بالعلم وزينا بالهلم وأكرمنا بالتقوى وزملنا بالأمن. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وفرغنا عفوما ولا تجعل فينا ولا معنا شقيا ولا ولا برحمتك يا أرحم الراحمين يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث ومن عذابك نستجير. أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. أمسك قلوبنا وأزينا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى وأجمع لنا خير الآخرة ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم واهدنا إلى الحق وإلى طريق المستقيم. اللهم أنت الأول فليس قبلك شيء وأنت الآخر فليس بعدك شيء وأنت الظاهر فليس فوقك شيء وأنت البادن فليس دونك شيء. فقل لنا يا أول يا آخر يا ظاهر يا باطن وليا ونصيرا أنت مولانا ونعم المولى ونعم النذير. إنما أمره إذا أراد شيئا يقول له كن فيكون. خادم لما سبق ناصر الحق بالحق يهدي الى صراطك المستقيم وعلى اله حق قدر المختار العظيم. ان الله وملائكته يصلون على النبي وسلموا تسليما وسلام على المرسلين. آمين. أحمد شيخنا ابن ختم الأنبياء. آمين. سلم علي شيخنا التجاني. آمين. كدرت ياجي كوكب النوراني. آمين. عضب الزمان منبع الإرفان. آمين. معدن الأسرار والإحسان. آمين. نسألك اللهم كشف ضر. آمين. وظلب خيرك ودف سر. آمين. وأنت منذر داء علينا. وأن تبلغ المنى إلينا. آمين. وكن لنا يا ربنا مؤينا. آمين. الذي ترضاه منا دينا. آمين. واذني قلوبنا للعبادة. آمين. حتى نفوز منك بشهادة. آمين. واستر لنا يا ربنا كل الذنوب. آمين. واستر لنا يا ربنا كل العيوب. آمين. واجمي لمن جميعنا كل جميل. آمين. واستر جميعنا بإذنك الجميل. بجاه قد العالمين تجاني. بجاه جده نبي الأدنان. عليه أفضل الصلاة والسلام. آمين. علي وصحبه مدى الدوام. يا ربنا بشر ذي بالفائه. وما هواه من صلاة الفاتحة. وجاه كل شيقة وقدرها. وسرها وسر سر سرها. وجاه ختم أنبياء الله. عليه والآل
صلاه الله آمين. وجاه ختم اولياء الله آمين. عليه صحب رحمه الله ضمن بمهد الفضل وامتنان بالاصل والغفران ورضوان والاجتماع بنبي محمد وبأبي الفيد تجاني احمد وإفة من نبي الاجنان رتبة من احمد تجاني غزوة من ربنا الرحمن هذه مراجع الإنسان والذبنا في سائر الأحوال ونزنا من سائر الأهوال واحفظ مقامنا من الأنكاد ومن سرور الدار والأوغاد واحمي جميعنا من السيدان إذ به من إنس أو من جان سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين وما حواه من صلاة الفاتحة آمين. وجاه كل سيقة وقدرها آمين. وسرها وسر سر سرها آمين. وجاه ختم أنبياء الله آمين. عليه والآل صلاة الله آمين. وجاه ختم أولياء الله آمين. عليه صحب رحمة الله آمين. ضمن بمهد الفضل وامتنان آمين. للأف والغفران والرضوان آمين. والاجتماع بنبي محمد آمين. وبأبي الفيد تجاني أحمد آمين. وإدفة من نبي الأدنان آمين. وصلة من أحمد تجاني آمين. وضبة من ربنا الرحمن آمين. نرقى بها مراق الإرفان آمين. والله بنا في سائر الأحوال آمين. ونزنا من سائر الأهوال آمين. واحفظ مقامنا من الأنكاد آمين. ومن شرور الدهر والأوغاد آمين. واحمي جميعنا من السيدان آمين. إذ به من إنس أو من جان آمين. سبحان ربك رب العزة أما يصفون آمين. سلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين ونئيما لا ينفق غرة عين لا تنلدي لذة نظر إلى وجهك الكريم مرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم اللهم ارحمنا بترك المعاصي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن النظر فيما يرضيك اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تلزم قلوبنا حفظ كتابك كما علمتنا وارزقنا أن نتلوه على النحو الذي يرضيك اللهم بديع السماوات والأرض ذا الجلال والإكرام والعزة التي لا ترام نسألك يا الله يا رحمن يا رحيم بجلالك ونور وجهك أن تنذر بكتابك أبصارنا وأن تدلق به ألسنتنا وأن تفرج به عن قلوبنا وأن تسرى به صدورنا وأن تستعمل به أبداننا وإنه لا يؤيننا على الحق غيرك ولا يؤتينا إلا أنت ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين. عرب الزمان منبع الإرفان آمين. معدن الأسرار والإحسان آمين. نسألك اللهم كسب الدهر آمين. وغلب خيرك ودفع الشر آمين. وأن تمن برضا علينا آمين. وأن تبلغ المنى إلينا آمين. وكن لنا يا ربنا معينا آمين. على الذي ترضاه منا دينا آمين. وازمي قلوبنا على العبادة آمين. حتى نفوز منك بشهادة آمين. واغفر لنا يا ربنا كل الذنوب آمين. واستر لنا يا ربنا كل العيوب آمين. واجمي لمن جميعنا كل جميل آمين. واستر جميعنا بحفظك الجميل آمين. بجاه قرب العالم تجاني آمين. وجاه جده نبي الأدنان آمين. عليه أفضل الصلاة والسلام آمين. عليه والسلام.
فهمه مددا. آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون. آمين. سلام على المرسلين. آمين. والحمد لله رب العالمين. بيننا وبين كل ولي يا ربنا أذلنا بفرج ونزلنا من ضيقة وحرج عند السراج والميزان والحساب نزلنا يا ربي غدا من الأغوار من فتنة القبر وضيقه سلا نجينا يا ربي في جنة الأولى بجاه مصطفى نبي أحمد وآله وصحبه للهدى وبجاه شيخ أحمد الدجاني كجملة الأصحاب والإخوان كشيخنا محمد بن العربي من نال من مولاه أعلى الرتب وخادمه رسل علي ناهد شيخنا رفيع الذكر وتونسي سيد المحمود شفيع شيخنا كثير الجود والألوي وارث الرباني سيد الحافظ ذي الإرفان وكالشريف ذي المزايا الغالي وسيد المفضل المبدالي وغوث أسرنا التماسيني وذو الورى سيدنا العلي والغير ممن أدرك الولاية من سهده وفاض بدرايا كترجمان العلم والقرآن سالك اللامة وداني والألوي هبر سنجد الألم غالب الألامة بحر القدم وتونسي علم الرياح جامعي بين العلم والصلاح وغيرهم من علماء السنة أهل الفضائل وأهل من وحفظنا يا ربي ويا كريم وارحمنا ويا بر ويا كريم يا ربنا يسر لنا أمورنا واسر لنا يا ربنا صدورنا وارد علينا بالضياء النور يا مولانا في ظلمة القبور يا ربنا أصلح لنا دنيانا وديننا يا ربنا ما أخرانا وارحم شيوخنا ووالدينا هب لنا وهم رداك عنا يا ربنا أنت المغيث غثنا ولا تهاتمنا بما فعلنا بجاه سيد الورى الأدنان صلى عليه الله ذو الإحسان الله يا الله يا رب العالمين أصلح أمور المسلمين بجاه أحمد النبي الهادي الأمين الله لربنا في كل حين وآله وصحبه الأخيار ما دام ملك ربنا الغفار ربنا بشرده بالفائد وما هواه من صلاة الفاتح وجاه كل صيغة وقدرها وسرها وسر سر سرها وجاه ختم أنبياء الله عليه وال آل صلاة الله وجاه ختم أولياء الله عليه صحب رحمة الله أمن بمهد الفضل وامتنان بالأفو والغفران ورضوان والاجتماع بنبي محمد وبأبي الفيض تجاني أحمد وإدفة من نبي الأدنان ووصلة من أحمد التجاني وغزة من ربنا الرحمن ترقى بها مرعاق الإرفان والسهبنا في سائر الأهوال ونسجنا من سائر الأهوال واحفظ مقامنا من الأنكاد ومن شرور الدهر والأوغاد وعني جميعنا من السيدان بإذنه من إنس أو من جان سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين السراج والميزان والحساب آمين نزلنا يا ربي غدا من الأغوار آمين من فتنة القبر وضيقه كله آمين ادخلنا يا ربي في جنة الأولى آمين بجاه مصطفى نبي أحمد آمين وآله وصحبه ذوي الهدى آمين وبجاه الشيخ أحمد التجاني آمين جملة الأصحاب والإخوان آمين وشيخنا محمد ابن العربي آمين من نال
من مولاه أعلى الرتب آمين خادمه رد الأذي آمين صاحب شيخنا رفيع الذكر آمين والنسي سيد المحمود آمين في شيخنا كثير آمين والألوي وارث الرباني آمين سيد الحافظ ذي الإرفان آمين وكشريف ذي المذايا الغالي آمين سيد المفضل المفتاح آمين وغوص أسرنا التماسيني آمين بالورى سيدنا العلي آمين والغير ممن أدرك الولاية آمين أمسى به وفاز بالدراية آمين كترجمان العلم والقرآن آمين سالك علامة ودان آمين والألبيه بروس جن الألم آمين عليه الألامة بهر الخدم آمين وتونسي علم آمين جامع بين العلم والصلاح آمين غيرهم من علماء سنة آمين أهل الفضائل وأهل من آمين أغثنا يا ربي ويا كريم آمين وارحمنا ويا بر ويا كريم آمين ربنا يسر لنا أمورنا آمين يسر لنا يا ربنا صدورنا آمين زد علينا بالضياء النور آمين يا مولانا في ظلمة القبور آمين يا ربنا أصلح لنا دنيانا آمين ديننا يا ربنا ما أخرانا آمين وارحم شيوخنا ووالدينا آمين هب لنا وهم رداك عنا آمين يا ربنا أنت المغيث غيثنا آمين ولا تحاسبنا بما فعلنا آمين لجاه سيد الورى الأدنان آمين صلى عليه الله الإحسان آمين الله يا الله يا رب العالمين آمين تسلي أمور المسلمين أجمعين آمين لجاه أحمد النبي العادل أمين آمين صلى على ربنا في كله آمين وآله وصحبه الأخيار آمين أدام ملك ربنا الغفار آمين سبحان ربك رب العزة عما يصفون آمين وسلام على المرسلين آمين والحمد لله رب العالمين لجاه ختم الأنبياء أحمد شيخنا ابن ختم الأنبياء آمين شمس المعالي شيخنا التجاني آمين بدر الدياجي كوكب النوران وغرب الزمان منبع الإرفان ومعدن الأسرار والإحسان نسألك اللهم كسب ضر وقلب خيرك ودفع شر وأن تمن برضا علينا وأن تبلغ المنى إلينا وكن لنا يا ربنا معينا على الذي ترضاه منا دينا وازم قلوبنا على العبادة حتى نفوز منك بشهادة استر لنا يا ربنا كل الذنوب استر لنا يا ربنا كل العيوب واجمي لمن جميعنا كل جميل سبحان ربك رب العزة أما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين آمين 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 اللهم يا رب منا آمين اللهم يا رب منا منا آمين اللهم يا غياث المصدقين لا تسنى آمين اللهم يا فرج الكروب فرج كربتنا آمين اللهم يا قاضي الحاجات قض حوائجنا آمين اللهم انظر إلينا بعينك التي لا تنام آمين اللهم احفظنا في حسنك البني عن غير الارتحام آمين فاحمنا بهما وانصر علينا دماءك اصرف عنا بلاء الخارج من ارضك ونازل من سمائك فان تولوا فقل حسبي الله لا اله الا هو عليه توكلت هو رب العرش العظيم اجعل لنا من كل ضيق مخرجا والبث بنا يا من اليه المرجع اللهم اجعل افضل يومنا يوم لقائك يا كريم وخلنا في كنف الله وتمسكنا بكتاب الله واستذرنا
الله صلى الله عليه وسلم في دوام ملك الله وبقاء ملك الله ذكرنا أنفسنا بهجاب الله ومنعنا بآيات الله حصلنا بالآيات وذكر الحكيم بحق من يهيئ الأيام وهي رهيب جبريل عن يميننا وأسراجيل من خلفنا وميكائيل عن يسارنا وسيدنا محمد صلى الله عليه وسلم أمامنا والله من ورائهم محيط بل هو أمر نزيل في لوح محفوظ لا إله إلا الله الكبير المتعال محمد رسول الله السجيد المفتاح اللهم أرنا الحق حقا لنجتنب وأرنا الباطل باطلا لنتجنب اللهم يا ربي أنت الباطل وقولك الحق إذا سألك عبادي أني قريب أذهب دعوة دائي إذا دعانا ودعناك كما أمدتنا وأذبنا كما وأدتنا يا ذا الجلال والإكرام إنك لا تعرف الميعاد هذا دعاؤنا ومنك يا مجيب نرجو إجابتك بجاه نبيك محمد صلى الله عليه وسلم إنك على ما تسأل وجيب وبالإجابة جدير حضرة الكرم العزة أما يحبون السلام على المرسلين شيخنا ابن ختم الانبياء امين شمس المعالي شيخنا التجاني امين رديجي كوكب النور امين رب الزمان من الارسان امين آمين نسألك اللهم كف ضري آمين بخيرك ودفع شري آمين وأنت المنادى علينا آمين وأنت تبلغ المنى إلينا آمين كن لنا يا ربنا مؤمنا آمين الذي ترضاه منا دينا آمين وارمي قلوبنا على العبادة آمين وارمك نفوز منك بشهادة آمين واغفر لنا يا ربنا كل الذنوب آمين واغفر لنا يا ربنا كل الأيوب آمين واجمي لمن جميعنا كل جميع آمين جميعنا بهزك الجميع آمين بالله قد العالم التجاني آمين بالله جده النبي آمين عليه أفضل الصلاة والسلام آمين وعليه وصحبه مدى الدوام آمين يا ربنا بسر بيد الفائز آمين وما هواه من صلاة الفائز آمين ورجاه كل صيغة وقدرها آمين سرها وسري سري سري آمين وجاه ختم أنبياء الله آمين عليه والآل صلاة الله آمين وجاه ختم أولياء الله آمين عليه صحب رحمة الله آمين أمن بمهد الفضل وامتنان آمين بالأكب والغفران والردوان آمين والاجتماع بنبي محمد آمين وعلى الفيد تجاني آمين وإكفة النبي الأدنان آمين وصلة آمين رجبة من ربنا الرحمن آمين بها مراق الإرفان آمين وانظرنا في سائر الأهوال آمين ونزنا من سائر الأهوال آمين واحفظ مقامنا من الأنكار آمين من شرور الدهر والأوغاد آمين واحمي جميعنا من الشيطان آمين من جنس آمين آمين السلام على المرسلين آمين الحمد لله رب العالمين يا ربي في جنة الأولى بجاه مصطفى نبي أحمد وآله وصحبه ذوي الهدى وبجاه شيخ أحمد التجاني وجملة الأصحاب والإخوان وشيخنا محمد ابن العربي من نال من مولاه أعلى الرتب وخادمه رضا العلي وعهد شيخنا رفيع الذكر ويونس سيد المحمود وفيه شيخنا كثير الجود آمين والعلوي وارث الرباني آمين وفي
سيد الحافظ ذي الإرفان لك الشريف ذي المزايا الغالي سيد المفضل المفتاح وغوص أشرنا التماسيني والورى سيدنا العلي والغير ممن أدرك الولاية من صحبه وفاض بالدراية ترجمان العلم والقرآن ذلك علامة ودان من ألبيه بروس جد الألم يعرف العلامة بحر الخدم متونسي علم الرياه يعمي بين العلم والصلاح وغيرهم من علماء سنة أهل فدائل وأهل منا حبسنا يا ربي ويا كريم وارحمنا ويا بر ويا كريم يا ربنا يسر لنا أمورنا واسرى لنا يا ربنا صدورنا وزد علينا بالضياء النور يا مولانا في ظلمة القبور يا ربنا أصلح لنا دنيانا وديننا يا ربنا ما أخرانا وارحم شيوخنا ووالدينا قبلنا وهم رداك عنا يا ربنا أنت المغيث قسنا ولا تحاسبنا بما فعلنا لله سيد الورى الأدنان الله عليه الله ذو الإحسان الله يا الله يا رب العالمين اجري أمور المسلمين أجمعين لله أحمد النبي الهادي الأمين الله عليه ربنا في كل حين وآله وصحبه الأخيار أدام ملك ربنا الغفار يا ربنا بسر لي بالفاء وما هواه من صلاة الفاتحة وجاه كل سيقة وقدرها وسرها وسر سر سرها وجاه ختم أنبياء الله عليه والآل صلاة الله وجاه ختم أولياء الله عليه صحب رحمة الله حمد بمهد الفضل وامتنان بالأف والغفران والاجتماع بنبي محمد وبأبي الفيد تجان أحمد وإطفة من نبي الأدنان ووصلة من أحمد تجان رغبة من ربنا الرحمن يرقى بها مراقب الإرفان سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين بيننا وبين كل ظالم يا ربنا اغفر لنا بفرج نجنا من شدة وحرج من السراج والميزان والحساب نجنا يا ربي غطا من الأظهار من فتنة القبر وضيقه كله يا ربي في جنة الأولى بجاه مصطفى نبي أحمد وبجاه الشيخ أحمد التجاني وجملة الأصحاب والإخوان وشيخنا محمد بن الأربي من نال من مولاه أعلى الرتب وخادمه ذا الألي وشاهد شيخنا رفيع الذكر وصول سيد المحمود وشاهد شيخنا كثير الجود والألبي وارث الرباني سيد الحافظ ذي الإرفان فكسري في ذي المذايا القاتل وسيد المفضل المفدال أغوث أثرنا التماتيني والورى سيدنا العلي والغير ممن أدرك الولاية ينسى به وفاز بالدراية كترجمان العلم والقرآن ذلك اللهم كن وداني من ألويه بروس جد الألم طالب العلامة بحر الخدم ودون في علم الرياه جامع بين العلم والصلاح وغيرهم من علماء السنة أهل فدائل وأهل منا ناقصنا يا ربي ويا كريم وارحمنا ويا بر ويا كريم يا ربنا يسر لنا أمورنا واسرى لنا يا ربنا صدورنا وزد علينا بالضياء النور يا مولانا في ظلمة يا ربنا أصلح لنا دنيانا ديننا يا ربنا ما أخرانا وارحم شيوخنا و
ووالدينا آمين. حبلنا وهم رداك عنا آمين. يا ربنا أنت المغيث غثنا ولا تهاسبنا بما فعلنا آمين. يا سيد الورى الأدناني آمين. صلى عليه الله ذو الإحسان آمين. الله يا الله يا رب العالمين آمين. أصل أمور المسلمين أجمعين آمين. جاه أحمد النبي الهادي الأمين آمين. صلى عليه ربنا في كله آمين. آله وصحبه الأخيار آمين. دام ملك ربنا الغفار آمين. سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين آمين. والحمد لله رب العالمين آمين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إننا آمنا واغفر لنا ذنوبنا وقنا عذابنا. اللهم أصلح قلوبنا وأزل عيوبنا وتولنا بالحسنى وزينا بالتقوى وأجمع لنا خير الآخرة والأولى. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. أهدنا إلى الحق إلى طريق المستقيم. ربنا بشر ذي بالفاني وما هواه من صلاة الفاتحة وجاه كل سيقة وقدرها وشرها وشر شر شرها وجاه ختم أنبياء الله عليه والآل صلاة الله وجاه ختم أولياء الله عليه صحب ورحمة الله. ضمن بمهد الفضل وامتنان بالعفو والغفران والرضوان والاجتماع بنبي محمد وبأبي الفيد تجاني أحمد وإدفة من نبي الأدنى ووصلة من أحمد التجاني وذبة من ربنا الرحمن نرقى بها مراق الإرفان وتهبنا في سائر الأهوال ونجنا من سائر الأحوال واحفظ مقامنا من الأنكاد ومن شرور الدهر والأوقات واحمي جميعنا من الشيطان وحذ به من إنس أو من جان. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. آمين. آمين. يا ربنا لك الحمد كما يصلح اللهم إنا نستودعك ديننا وأنفسنا وأهلنا وخواتم أعمالنا. اللهم إنا نسألك إيمانا لا يفسد ونديما لا ينقص وغرة عين لا تنتهي ولذتنا لتلاوتك الكريم ومرافقة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم في جنات النعيم. اللهم ارحمنا بشرك ما أتي أبدا ما أبقيتنا وارحمنا أن نتكلف ما لا يعنينا وارزقنا حسن نجد فيما يجزينا. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله. أحمد شيخنا ابن ختم الأنبياء سمسلنا علي شيخنا التجاني يدر الدياجي كوكب النوراني مرب الزمان منبع الإرفان ومعدن الأسرار والإحسان. نسألك اللهم كف ضر وزل خيرك ودفع شر وأنت النبي رضا علينا وأن تبلغ المنا إلينا وكلنا يا ربنا مؤمنا على الذي ترضاه منا دينا وادمي قلوبنا على العبادة حتى نفوز منك بشهادة. اغفر لنا يا ربنا كل الذنوب واستر لنا يا ربنا كل العيوب واجمي لمن جميعنا كل جميل واستر جميعنا بحفظك الجميل. من جاه قد العالم اتجاهي من جاه جدي
عليه نبي الأدنان عليه أفضل الصلاة والسلام مع آله وصحبه مدى الدوام يا ربنا بسر جيب الفائه وما هواه من صلاة الفاتح وجاه كل سيقة وقدرها وسرها وسر سر سرها وجاه ختم أنبياء الله عليه والآل صلاة الله وجاه ختم أولياء الله عليه صحب رحمة الله غمن بمعد الفضل وامتنان بالأفر والغفران ورضوان والاجتماع بنبي محمد وبأبي الفيد تجان أحمد ويتفة من نبي الأدنان وطبة من أحمد تجاني وضربة من ربنا الرحمن يرقى بها مراق الإرشان والذبنا في سائر الأحوال ونزنا من سائر الأهوال واحفظ مقامنا من الأنكاد ومن شرور الدهر والأوغاد واحمي جميعنا من السيدان وإرزه من إنس أو من جان سبحان ربك رب العزة عما يصفون سلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين لا اله الا الله 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 لا اله الا الله
لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله